تحبي عاملين ايه. احنا حطينا هنا في الخلاط نص كوباية زيت على نص كوباية لبن على نص كوباية كاكاو، هنحط نص كوباية سكر، هنضرب نعمل صوص للكيكة. الكيكه بتاعتنا طالعه من الفرن اهي معانا منفوشه وطريه وعاليه. هنجيب معلقه، بص وهي الجنابه اهي كلها تمام. هنعمل ايه؟ هنقلبها في الطبق كده اهو، واهي الصينيه اهي ما لزقتش فيها. نعدلها كده اهو اهي، ونحط عليها الصوص. نحط الصوص عليها، بص الصوص نزل تخين شايفين. الصوص عامل ازاي؟ نص كوباية سكر ونص كوباية لبن ونص كوباية زيت، هيدينا قوام للصوص جميل جدا، والكيكة بتاعتنا هتشربه. اهو الصوص اهو بتاعنا تقيل ازاي، والكيكة هتشربه كله اهو. نجيبوا سكينه ونقطعوا حته من الكيكه، نحطها في طبق، شايفين جمالها، هنقطعوا حته ونشوفها من جوه عامله ايه. اهي الكيكه